متابعي وكالة الفرات للأنباء، حياكم الله وبياكم. نحن الآن متواجدون في افتتاحية جميلة جدا، وهي افتتاحية المركز الثقافي لرعاية الأيتام برعاية جمعية الفرات وجمعية العهد والوفاء طوران التركية. الافتتاحية كانت جميلة ومميزة بكل ما تعنيه الكلمة من حضور الأطفال، من حضور الأغاني والأناشيد، حتى أناشيد الثورة السورية كانت متواجدة. الحضور كان بشكل رسمي من المجلس المحلي والمكاتب التربوية والتعليمية وكذلك المكاتب الرياضية. نحن دائما معكم متواجدون ومتواصلون في كل ما هو جديد يخص الفعاليات التي تخص الشمال السوري المحرر. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بعد سنة كاملة من الإنشاء كلنا اليوم بافتتاح المركز الثقافي مركز الأم أمي لرعاية الأيتام. الحمد لله رب العالمين، وبحضور رسمي اليوم تم افتتاح المركز. المركز المكون من طابقين، الطابق الأول مكون من 7 غرف صفية، والطابق الثاني غرف المنامة، وبالإضافة لقاعة مؤتمرات. قاعة المؤتمرات تسع لحوالي 250 شخص. طبعا قاعة المؤتمرات هي رح تكون مسخرة لأبناء المنطقة لتقديم فعالياتهم، تقديم بكافة أنواع الفعاليات الثقافية والفعاليات المدنية في المنطقة. إن شاء الله تعالى رح تكون يكون هذا المركز هو لأبناء المنطقة، راح يخدم كافة أبناء المنطقة إن شاء الله. طبعا هذا المركز راح يستهدف الأيتام بالدرجة الأولى إن شاء الله، راح يكون فيه راح يستمر فيه أو دعم للعملية التعليمية من بعد ما يطلع من المدارس، وإن شاء الله راح يكون هو في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام. ونسأل الله تعالى إنه يكون هذا العمل خاص لوجه الله تعالى. من عندنا كتب.